بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية. أهلا وسهلا بحضراتكم، وياريت تكمل الفيديو للآخر علشان إحنا بنعمل شتلات الفراولة من الأمهات بتاعت السنة اللي فاتت. تمام، الفراولة اللي قدام حضراتكم دي احنا كنا زرعينها في شهر 10 وشهر 11. معلش انا ما تابعتهاش معاكم لسببين. السبب الاول ان جات لنا سيول طبعا في الكويت، ما شاء الله دمرت الدنيا كلها، ولكن الحمد لله النبات زي ما انت شايف كده استعاد قوته تاني، وجمعنا منهم والله ما شاء الله كان حاجة محترمة جدا. وهم كانوا اربع اصناف، الصنف السويت ان وفيزتيفال وسانشاين، وكان في فلوريدا ديوتي او كاليفورنيا ديوتي مش فاكر بالظبط. المهم يعني الاربع اصناف كانوا ما شاء الله يعني كل واحد ليه مشاكله مش وقته دلوقتي، ولكن خلينا في قصة التقاوي اللي احنا او الشتلات اللي احنا هنكسرها وهنحطها في صواني، وهنعرف ازاي باذن الله تعالى من خلال الموسم هنقدر نحطها في صواني ونطلع منها شتلات باذن الله تكون كويسة جدا. تمام، طبعا السبب الثاني برضو ما خنيش تبعتها، ان انقطعت فترة عن اليوتيوب لظروف خاصة يعني، ولكن الحمد لله عدنا وان شاء الله بنكمل مع بعض المسيرة باذن الله تعالى. تمام، فالفراولة طبعا زي ما حضراتكم شايفين اول حاجة بنحشها، بنحش القديم. بنحش القديم ليه يا جماعة؟ لسببين. اول سبب ان انا زارع الفراولة برا وابتدت درجة الحرارة تعلى في الكويت، ولذلك انا ابتديت اشيلها لان الثمرة ابتدت تلين معايا. رقم اتنين، الثمرة هو الرجالة بتجمع فيها، ولكن اول حاجة ان هي ابتدت الشمس تسخن قوي، دي رقم واحد. رقم اتنين ان انا ان في مشكلة في الاسعار بتاعتها اصبحت يعني رخيصة جدا، فعشان كده انا استفاد دلوقتي بايه؟ استفاد بالشتلات افضل لي. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده الفراولة بتعمل مددات. تمام، المددات دي لاقية تحتها الملش اللي انتوا شايفينه ده هو. تمام، طب المالش ده هو بلاستيك، تمام، لا يمكن الجدر هيشتغل على البلاستيك، فاول حاجه هنعملها ان انا احش. بس براعي وانا بحش ان انا زي انت يعني ان انا ما احشش، ما بقاش الحش بتاعي جائر، يعني ما بقاش الحش بتاعي جائر. تمام، وبشيل البلاستيك زي ما حضراتكم شايفين كده، شايف الراجل بيشيل في البلاستيك وبشده اهو، طلع البلاستيك اهو من الاقواس، واصبحت الارض قدامي زي ما انتوا كده شايفينها كده. الارض اهي بعد ما تشال البلاستيك اصبحت زي ما حضراتكم شايفين. طيب الحش ما يكونش جائر ليه؟ لان في براعم صغيره تحت في الفراوله، انا محتاج البراعم دي، فما يجيش واحد يحش لي من على سطح التربه وبالتالي يدمر لي ال 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 البراعم دي. تمام، اذا فلازم احتفظ بيها، الحش عندي ما يكونش جائر، يكون في حدود 7-8 سم كده فوق سطح التربه. تمام، بعد كده حضرات بنجيب الفاس او بنجيب الشوكه. تمام، وبنقعد نخربش الارض زي ما حضراتكم شايفين كده، الراجل خربش الارض اهو، المصطبه اللي على الشمال دي متخربشه، بنقعد نخربش الارض بتاعتنا كويس. تمام، او بنعزقها عزيق كويس. تمام، بنعزق الارض وبنشيل طبعا كل الحاجات القديمه دي، كل الحاجات القديمه دي بنشيلها. تمام، كل الحاجات القديمه، الاوراق القديمه دي والثمار، وبننظف تنظيفه كويسه جدا بحيث ما يفضلش منها اي شيء يكون عائل بعد كده. تمام، بعد كده بنيجي يا جماعة الأغمات ديت والأوراق والكلام ده كلته، بعد ما عزقنا بقى والدنيا بقت قدامك هيت مفيش غير الأقواس، بنيجي نعمل عملية رش. الرش ده بيبقى إيه؟ الرش ده هو أول حاجة الأغمات ديت قد يكون فيه عنكبوت وقد يكون فيه ذبابة وحشر كتير، فبنبدأ نرش زي ما حضراتكم شايفين كده، بنغسل غسيل بمادة حشرية ومادة عناكب، نغسل الأرض غسلة محترمة.
تمام زي ما انتم شايفين اهو، بس يا ريت الخرطوم يكون قائم لفوق، الخرطوم يكون قائم، يعني هو برش كده غلط. هو برش كده غلط، انا هدخل اخد منه الخرطوم واعرفه ازاي يرش، الرش يكون عمودي. ليه؟ اهو انا بدخل اهوت وباخد منه هاخد منه الرشاش واقول له الرش بتاعك ده ما ينفعش، لازم يكون عمودي. ليه عمودي؟ علشان في عناكب وفي حاجات في اغماد الاوراق، يعني لما ترش الرش يكون راسي، بحيث اهو الرش لازم يكون كده يا جماعه راسي عشان نغسل كويس، لان في الفراوله بيبقى فيها اغماد زي البصل وكده، فلازم نغسل غسيل كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، الغسيل يكون كويس اهو اهو، نغسل الارض غسله كويسه جدا بماده حشريه وماده للعناكب. تمام، وامورك ان شاء الله بتكون طيبه جدا. بعد كده لو عندك رشه فطريه او انك تحقن فطر برضو، ما نعنا الحمد لله ما عندناش اي حاجه بالنسبه لاعفان الجذور او اي حاجه خالص. تمام، طيب بعد كده حضرات بنشف الارض 3 4 ايام، 3 4 ايام بنشفها او بنخليها مفروله كده بعد ما عزقناها بالفاس كويس وخربشناها، بحيث ان البراعم لما تتمد على طول تعمل جذور وتعمل بقى يعني مدادات زي البطيخ كده، ان شاء الله تشوفها حاجه محترمه. ليك لو عندك ميه كتيره اروي بميه كتيره، لو عندك ممكن تعمل رشاشات فوق يعني خرطوم صغير ورش لي من فوق كده ميه برده مع الري اللي من تحت يغسل. تمام، او يزود الرطوبه شويه، وهنبدا بعد كده ندي دفعتين يوريا ورا بعض يا جماعه، يوريا دفعتين يوريا ورا بعض. ليه؟ عشان اشجع النمو الخضري. ليه؟ بالازوت العالي هبدا اشجع النمو الخضري. واحد يقول لي اليوريا من الحراره، انا ما عنديش حراره، لاني انا هبدا اغطي الانفاق دي، اغطيها بسرام اخضر. هبدا اغطيها بايه؟ هبدا اغطيها بسرام اخضر. شايف قدام حضرتك كده غسلنا وتمام التمام، الارض بقت 10 على 10، ما فيش اي مشكله خالص، الحمد لله حاجه يعني نموذجيه. وان شاء الله هوريك شتلات تطلع منها مش هتلاقيها في اي مكان. كده بقى احنا وصلنا لمرحله ايه؟ لمرحله ان احنا غطينا كل خطين اهو، ابتدينا نجملهم مع بعض وجبنا شرايح من السرام. تمام، وابتدينا نغطي زي ما حضرتكم شايفين كده، ابتدينا نغطي، ابتدينا نغطي اهو، ابتدينا نغطي ال ال الغطا ده بقى هيعمل لي ايه؟ الغطا ده هوت هيبدا التظليل، بدا التظليل بدا يعني ايه؟ وابتدينا ندي يوريا. طب يوريا مع تظليل الراجل ده عايز يعمل ايه؟ الراجل ده عايز يعمل نمو خضري. نمو خضري ليه؟ عشان عايز ياخد عقل منه او ياخد جذور تاني منه، وبنقل من النمو الخضري بقى وبحط في صواني. تمام، الاول هاخد النمو الخضري ده وادخله على زراعه مائيه، ابدا اخد منه اعمل تظليل للمشتل عندي جوه، وهوريك الحال ان شاء الله. هبدا اخد منه، خد بالك الفراوله دي كانت جيل اول، يعني احنا مره نكسر منها المره دي، بس السنه الجايه لا ما انصحش انك تكسر منها. تمام، وبعد طبعا هنقول لك هنعمل فيها ايه تاني. بعد ما ان انا اديت اليوريا وظللت عليها، انا عارف ان هيبقى وطبعا درجه الحراره ابتدت تعلى توصل ل 30 35، فخليها في الظل حتى 30. المهم 30، النهار طول، التظليل ابتدى، تظليل هو تظليل تظليل يعني، فالامور باذن الله تعالى هتدي نمو خضري، ونمو خضري كثيف جدا، من خلاله هنقدر ناخد كميه كبيره من الشتلات. شايف النفق مفتوح من قدام اهو، عشان برضه في تظليل ولكني انا مش قافل الهواء، لا عامل تهويه، مش قافل النفق بقى اهو، مش حاطط الصرامه اهو، وفاتح فاتح خالص الامور زي ما انت شايف اهو، بحيث يبقى فيه تهويه مع تظليل احوش درجه الحراره اللي نازله على النبات. النبات ده دلوقتي عنده ميه كتيره، ممكن تروي مرتين وثلاثة واربع مرات في اليوم، انا بدي ميه ماشي، وبعد كده عندي يوريا وعندي تظليل، ان شاء الله يكون عندي نمو خضري كويس، وبالتالي هيكون عندي كميه من المدادات، وهقدر انتج شتلات وشتلات كويسه جدا باذن الله تعالى. نلتقي لما نروح المشتل الثاني بإذن الله تعالى،
حاول تواصل ونكمل مع بعض بإذن الله تعالى. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.